السجن الأكثر تحصينا في إسرائيل، هكذا يوصف سجن جلبوع الذي تمكن 6 فلسطينيين من فك أسرهم منه. كيف ستتعامل الحكومة الإسرائيلية وكيف ستكون التداعيات في للخبر بقية؟ أهلا بكم. سلط نجاح 6 أسرى فلسطينيين في الفرار من سجن جلبوع الضوء على واقع آلاف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. معاناة كبيرة يعيشها الأسرى، خاصة أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، يحاول بعضهم الهرب منها عبر وسائل عدة طوقا للحرية. عملية فرار جريئة أصابت الاحتلال بالصدمة وأعادت التذكير بملف ظل عالقا في أطره المحلية فلسطينيا، كما لم تفلح منصات دولية في تحريكه. كيف ستطوق الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذه العملية عليها ببعديها الأمني والسياسي، وما المنتظر من السلطة الفلسطينية؟ صباح الحرية والنصر. هنا من يمسك بجمرة القضية بل ويديم جذوتها، كذلك هنا من حضر مبتهجا بفرار 6 أسرى فلسطينيين من معتقل الخزنة كما يوصف إسرائيليا، وهو دأب ذوي ما يربو على 6500 معتقل فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال، بل دأب الفلسطينيين كشعب للتذكير بمأساة تجاوزت أطرها الإنسانية برغم فتح معالمها حينا فآخر، حيث مرارا سردت الوقائع الحكاية ذاتها وهي تكشف الأساليب الإسرائيلية من لحظة الاعتقال حتى مع الأطفال، وتعيد لنا ذاكرة مشهد جندي إسرائيلي وهو يرقص حول امرأة معتقلة معصوبة العينين. بحديث الإحصائيات هناك أكثر من 200 طفل و 61 امرأة في السجون الإسرائيلية، من المرضى 1200 أسير بينهم 130 في حالة مزمنة تتراوح بين السرطان والسكري والإعاقة الكلية أو الجزئية. في الداخل يخوض الأسير حربا أخرى، حركه الأبرز كان الإضراب عن الطعام، برغم قسوة ذلك إلا أنه أحد أبرز الأسلحة لدى الحركة الأسيرة خلف القضبان لانتزاع الحقوق فردا أو جماعة، وقد فعل ذلك فعله مرارا. بموازاة ذلك كان الاحتلال يشرع قوانين باتجاه المزيد من الانتهاكات، وعلى الرغم من جهود فلسطينية وحتى دولية إلا أن الإخفاق كان القاسم المشترك بينها، فالاستراتيجية متكاملة تؤطر لدور فاعل أكبر. وبالرغم من عديد صفقات تبادل الأسرى والسجناء إلا أن الأمر ما زال بعيدا عن تبييض السجون، بل أن الاحتلال مرارا أعاد اعتقال المفرج عنهم. وبرغم اعتلاء مأساة الأسرى الفلسطينيين منصات محافل دولية عدة، لأن مسارا كهذا عكره الانقسام الفلسطيني واختلال بوصلة القيادة الفلسطينية دوليا إزاء مساء استخدام الآليات الدبلوماسية كافة لعزل الاحتلال، مقاطعته ومحاسبته كذلك. ينضم إلينا من رام الله ثائر شريتح الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومن نابلس منير الجغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، وعبر خدمة سكايب من أم الفحم دكتور مهند مصطفى مدير عام مركز مدى الكرمل للأبحاث في حيفا. أهلا بكم. أريد أن أبدأ معك سيد شريتح، من يعني طبعا صدر موقف من هيئة الأسرى، ولكن ما تقديرك للتحول الذي يمكن أو ستحدثه هذه العملية؟ ملف الأسرى دائما كان حاضرا ولكن في الفترة الأخيرة كان أكثر حضورا ربما. يعني في بداية مساء الخير. نعم، ما حدث صباح في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم هو عمل بطولي، وهو رد فعل طبيعي على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أسرانا. 6 أسرى اختاروا أن يأخذوا حريتهم وينتزعوها من قلب هذا الاحتلال بالرغم من كل الإجراءات الأمنية المشددة، بالرغم من التغني بسجن جلبوع من قبل إدارة السجون ومن قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي
بأن هذا السجن لا يقهر وأن هذا السجن معد أمنيا للانتقام من الشبان الفلسطينيين الذين مارسوا حقهم للدفاع عن فلسطين المحتلة والتي تشهد آخر احتلال على وجه الأرض. هؤلاء الأسرى اليوم أرسلوا رسائل واضحة، رسائل قد تغير جذريا في الساحة الفلسطينية. أولا أن هذا الاحتلال طغى وهذا الاحتلال مارس كل أشكال الحقد دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا وهناك تفرد كبير بأسرانا. كذلك وجه هؤلاء الأسرى وجهوا رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون بأنه بالرغم من كل الإجراءات من كل العسكر الذي يحيط بحياتهم اليومية إلا أن عزيمتهم أقوى من كل هذه من كل هذا السلاح ومن كل هذه من كل هذه السجون. لذلك الرسالة اليوم واضحة، نعم عملية الهروب ستغير كثيرا وهي هزت بشكل حقيقي المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ولكن السبب الرئيسي للهروب لأن هؤلاء الأسرى يحبون الحياة، هؤلاء الأسرى يعشقون الحياة، وهؤلاء الأسرى سئموا من أن يقضوا أعمارهم داخل هذه الجدران الحاقدة دون أن يتحرك أحد لإنقاذ حياتهم. طيب سيد الجغوب، الشارع الفلسطيني يحتفي يعني بهؤلاء الأسرى باعتبارهم أبطال انتزعوا حريتهم بالطريقة التي تمكنوا منها رغم يعني كل حصانة هذا السجن المعروف ب يعني تشدده وقيوده، لكن ضعنا أكثر في موقف حركة فتح والسلطة عموما في موازاة ما نعرفه عن موقف الشارع الفلسطيني. يعني موقف حركة فتح واضح، هي مع انتزاع أسرانا جميعا حريتهم، وهي مع أن يكون كل الأسرى خارج معتقلات الاحتلال، ومع أن يكونوا بين أهلهم وذويهم. هذه العملية عملية لن أقول عنها هروب، هذا ليس هروب، هذه هي الحرية الكبرى، هذا هو العبور الكبير الذي قام به أسرانا الأبطال نحو نفق الحرية. كان لهذه الحرية الكبرى ثلاث أهداف واضحة ورسائل واضحة. الرسالة الأولى لنا كفصائل وطنية هي أن الوحدة الوطنية هي التي غلبت في النهاية، وأن هؤلاء الأسرى الأبطال من فتح الجهاد الإسلامي خرجوا من نفق واحد وكأنهم في سفينة واحدة نحو الحرية. الرسالة الثانية كانت للاحتلال الإسرائيلي، رغم كل عوائق والحواجز والجنود المدججين والكاميرات والحراسات الليلية، إلا أن هؤلاء الأسرى الستة استطاعوا أن ينالوا حريتهم رغم أنفه. طيب. الرسالة الثالثة للعالم أن أسرانا اليوم يعودون إلى الطليعة وفي الطليعة، وهم الآن يعني يتصدرون كل وسائل الإعلام وتتحدث عن معاناة المرضى والنساء والأطفال كما تحدثت طيب. قبل قليل في تقريركم. بالتالي هذا الموضوع أعاد البهجة للشعب الفلسطيني وعاد الأسرى إلى واجهة الحضور الدولي والعالمي والداخلي والخارجي. طيب، ولكن أيضا سيد الجغوب هذا أعاد السؤال حول كيف ستتعامل السلطة الآن مع هؤلاء الأسرى. السلطات الإسرائيلية تبحث عنهم، سنتحدث أكثر مع دكتور مهند مصطفى يعني ماذا الخيارات أو كيف تفكر الحكومة الإسرائيلية، ولكن كيف تفكر السلطة الفلسطينية بتقديرك أن تتعامل مع هذا الوضع الآن ومع كل التداعيات المحتملة له؟ سيد الجغوب تسمعني طبعا؟ ها، السؤال لي ولا لأحد لشخص آخر؟ لك سيد الجغوب، أتابع معك، تفضل. لا حسنا، السلطة الفلسطينية يعني كيف سوف تتعامل مع هذا الموضوع؟ هذول أبناء شعبها، هذول أبناء الفصائل الفلسطينية الذين هم جزء من الكينونة الفلسطينية، كيف سوف تتعامل معهم السلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية تدفع راتب شهري لهؤلاء الأسرى الأبطال لتقوم بإعالة عائلاتهم، وإسرائيل تقوم بخصم الضرائب بسبب ما تقوم به السلطة الفلسطينية من دفع لرواتب هؤلاء الأسرى الأبطال. بالتالي هكذا تعاملت السلطة الفلسطينية مع هؤلاء الأبطال. أما الحديث الذي يدور هنا وهناك من بعض القنوات الإعلامية التي لم ترتقي إلى مستوى الحدث الوطني الفلسطيني بمحاولة تشويه السلطة الفلسطينية بأنها تبحث عن هؤلاء الأبطال،
والله إن هذا عيب، وإن هذا لا يرتقي إلى ما يقدمه هؤلاء الأبطال. هؤلاء أبناؤنا، وسوف نحتضنهم إذا كانوا في داخل الأراضي المحتلة بعيوننا، وسوف نقبض عليهم بصدورنا وبأيدينا، وسوف نحميهم بأجسادنا. هذا هو الموقف الرسمي لحركة فتح التي تعتز به وتعتز بهؤلاء الأسرى الأبطال. طيب، يعني أنت أجبت على ما يرد على قنوات أخرى تقول أنها حتى الآن لم نتطرق تحديدا كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع ما أشرت إليه، فكرة التسليم من عدمه أو الاحتضان، ولكن سنعود إلى هذه النقطة سيد الجهوب. دكتور مهند مصطفى، الآن هناك صفعة يعني تعتبر وجهت للأجهزة الأمنية والإسرائيلية من قبل الأسرى الفلسطينيين الستة، ويعني هناك الآن تداعيات على المستوى السياسي وعلى المستوى والأمني. لكن ما الخطوات التي على ما يبدو ستتخذها الحكومة أو القوات الإسرائيلية فيما يتعلق بملاحقة الأسرى؟ هل ستعتقلهم مجددا أم هناك قرار بتصفيتهم، وهذا ما يخشاه كثير من الفلسطينيين وعموما يتابع القضية؟ نعم، يعني هذه العملية شكلت صدمة كبيرة جدا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. يعني إسرائيل تتعامل مع هذا الحدث بشكل استراتيجي، تعتبره حدث خطير جدا، حدث غير مسبوق، ويسمى انه واحد من الاخفاقات التاريخيه في منظومه الامن الاسرائيليه وبالذات في داخل السجون، وتحديدا في هذا السجن الذي بني خصيصا للأسرى الفلسطينيين. ولذلك اسرائيل سوف تبقى مثابره في البحث عن الأسرى الفلسطينيين، وسوف تحاول ليس فقط اعتقالهم، قد تحاول ايضا اغتيالهم. ولذلك إسرائيل تعتبر أن هذا تحدي أمني لها، وحتى تحدي استراتيجي، لأنه هذه العملية لها دلالات سياسية هامة، وليس فقط دلالات أمنية بالمفهوم اختراق المنظومة الأمنية، ولكن تحمل بالأساس دلالات سياسية هامة، سواء على مستوى قضية الأسرى وحتى على مستوى الحكومة الإسرائيلية نفسها. وأيضا هنالك في الدلالات تتعلق في الردع الإسرائيلي. يعني إسرائيل بالنسبة لها نجاح هذه العملية هو إعطاء مسار جديد للأسرى الفلسطينيين للحصول على حريتهم. ولذلك موضوع الأسرى في إسرائيل، الأسرى الفلسطينيين واحتجازهم والتضييق عليهم، هي قضية حساسة جدا، بمفهوم أن هذه القضية إسرائيل يعني لا تساوم عليها. يعني بتاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، إسرائيل عملت صفقات قليلة نسبيا، لأنه بالنسبة لها اعتقال الفلسطيني ووضعه في السجن والتضييق عليه هي قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية ذات طابع استراتيجي، وهي تحمل في جوهرها مفهوم الردع للمقاومة الفلسطينية، بمعنى أنه أي أسير فلسطيني سيبقى كل حياته في داخل السجن حتى تكون هنالك نافذة لخروجه، سواء كانت صفقة أو إنهاء مدته أو من خلال هذه العملية. ولذلك إسرائيل، الأجهزة الأمنية سوف تقوم بالمثابرة كل الوقت من أجل البحث عن هؤلاء الأسرى، وليس فقط لاعتقالهم، قد يكون هنالك إمكانية أيضا لاغتيالهم، لأنه هذه العملية مست في الكرامة الوطنية الإسرائيلية، وبالذات أنها حدثت في رأس السنة العبرية، بمعنى أن الأسرى ليس فقط أنهم حملوا رسالة سياسية واخترقوا السجن نحو الحرية، ولكن ضربوا المنظومة السياسية الإسرائيلية والنفسية الإسرائيلية في رأس السنة. ولذلك هنالك في حالة صدمة وفي حالة هلع في داخل المجتمع الإسرائيلي وفي داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنالك الآن من يطالب وزير الأمن الداخلي بالاستقالة، باستقالات نعم كثيرة جماعية في المنظومة الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية. طيب سيد شريطح، يعني هناك من الخيارات التي ربما قد تلجأ إليها القوات الإسرائيلية هو عمليا تصفية أو اغتيال هؤلاء الأسرى الذين تمكنوا من الخروج من سجن جلبوع. يعني كيف بتقديرك يمكن لهذا الخيار أن يؤثر فيما أنت أشرت إليه في بداية، تغيرات في الساحة الفلسطينية؟ خيار من هذا النوع لو تمكنت إسرائيل فعلا من تنفيذه؟
يعني نحن منذ صباح هذا اليوم حذرنا الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب جريمة بحق أسرى سجن جلبوع أو بحق الأسرى الستة الذين تمكنوا من إنهاء اعتقالهم بهذه الطريقة المشرفة. الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح ينتقم من الأسرى، يقتحم أجسام، يقوم بعزل الأسرى في الزنازين، حول جزء كبير منهم إلى تحقيق سجن الجلمة. ونحن بدورنا طلبنا المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته، وعلى المجتمع الدولي أن يتوجه فورا إلى سجن جلبوع لمعرفة مصير أكثر من 400 أسير تم التفرد بهم، تم نقلهم إلى سجون وزنازين غير معروفة حتى هذه اللحظة. المعلومات التي تتوفر لدينا بأن قسم 2 في سجن جلبوع، وهو القسم الذي يضم المؤبدات، تم نقل الأسرى فيه وتوزيعهم على سجون نفحة وريمون والنقب، ولكن بقي هناك ما يقارب 300 أسير لا نعلم عنهم شيء حتى هذه اللحظة. كذلك يتوجب على المجتمع الدولي أن يعلم جيدا بأن التوجه نحو تصفية الأسرى الستة الذين تمكنوا من الخروج في السجن من السجن، هذا يعني بأن هناك مرحلة جديدة وسيكون هناك انفجار حقيقي داخل السجون وخارج السجون. الشعب الفلسطيني لن يصمت، الأسرى والحركة الأسيرة لن يصمتوا على ارتكاب جريمة أمام مرأة ومسمع العالم. هؤلاء الأسرى ارتأوا بأنهم يريدون حريتهم بهذه الطريقة، وهذا فشل للاحتلال الإسرائيلي، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن لا يبرر فشله من خلال تنظيم عملية اغتيال جماعية للأسرى الستة. لذلك باعتقادي المجتمع الدولي يمتلك الوقت ويمتلك المساحة الكافية للتوجه لإسرائيل، والطلب منها بشكل مباشر عدم التوجه نحو تصفية هؤلاء الأسرى في حال تم العثور عليهم، لأن الهروب السياسي، الهروب الإسرائيلي، هروب حكومة الاحتلال من هذا الإخفاق من خلال ازدياد الهجمة، من خلال الانتقام، من خلال سفك دم هؤلاء الأسرى، هذا يعني بأن مرحلة جديدة قد تحدث في الشارع الفلسطيني. وباعتقادي الظروف اليوم مهيئة في الشارع الفلسطيني، كذلك مهيئة داخل السجون لانتفاضة حقيقية وتمرد على كل قوانين الأمر الواقع داخل السجون وخارجها. تمام. سيد الجغوب، كيف ستؤمن السلطة الحماية لهؤلاء الأسرى الستة؟ وأيضا يعني هل هناك خطوات يمكن أو تستطيع السلطة أن تتخذها لتمنع القوات الإسرائيلية من الذهاب إلى خيار من هذا النوع كتصفية الأسرى وما له من تداعيات أشار إليها دكتور مصطفى وأيضا سيد شريطح؟ بداية، هم ليسوا طرف السلطة الفلسطينية لتحافظ عليهم، هم أحرار وطلقاء الآن، لا أعلم في أي مكان في فلسطين أو في خارجها، ولكنهم ليسوا لدى السلطة الفلسطينية. يعني السؤال غريب قليلا. لم أقل أنهم لدى السلطة سيد الجغوب، أنا قلت كيف ستؤمن الحماية لهؤلاء الأسرى كي تمنع قوات الإسرائيلية سواء من اعتقالهم مجددا. أنا سأقول لك، أنا قلت لك أنهم تمام. طيب، تفضل. السؤال ليس غريبا، برد على سؤالك بأنهم ليسوا طرف السلطة الفلسطينية. لا، السؤال غريب لأنهم طيب ليس طرف أجب إجابة جيدة. على كل حال، وزارة الخارجية الفلسطينية على كل حال وزارة الخارجية الفلسطينية يعني تواصلت مع كل الجهات الدولية. السلطة الفلسطينية لم تقصر في هذا الأمر نهائيا. أنا أقول لك بأن المساس بهؤلاء الأسرى سوف يفتح نار جهنم على قوات الاحتلال في الضفة وفي غزة وفي القدس وفي الشتات. هؤلاء الأسرى حريتهم مقدسة، حصلوا عليها بيدهم، لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج عليهم. حركة فتح موقفها ثابت، تحييهم أينما كانوا وتشد من أزرهم وهي إلى جانبهم وستبقى كذلك، لا سيما أن أحدهم هو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وهو الأسير زكريا الزبيدي الذي كان في عملية نفق الحرية ليلة أمس. بالتالي هؤلاء جزء من أبناء شعبنا وجزء منا، وسنحافظ عليهم. وأنا أقول لك، لا حركة فتح ولا السلطة الفلسطينية ممكن لأي لحظة أن تفرط في هؤلاء الأسرى الأبطال، وستبقى تحافظ عليهم وعلى عائلاتهم. واليوم تم دفع جزء من رواتبهم الستة هؤلاء الأبطال عن طريق السلطة الوطنية الفلسطينية. بالتالي يعني أعتقد بأن ما تقوم به السلطة الفلسطينية هو الحفاظ عليهم وعلى عائلاتهم. أنا أقول لك، إذا كانوا خارج الوطن فهم كسبوا حريتهم، وإذا كانوا داخل الوطن فهم بالتأكيد أحرار،
ولكنهم ليسوا لا جهة السلطة الفلسطينية ولا أي جهات فلسطينية أخرى، والسلطة قامت بواجبها اتجاههم على أكمل وجه وعلى عائلاتهم. هل قادرة السلطة على أن يعني بموازاة كل ما يعرف من ضغوطات إسرائيلية كانت تمارس سابقا، الآن في ظل كل التوتر بعد حرب غزة، بعد سياقات تهدئة على مسارات مختلفة مع كل المتغيرات، أن تضبط إيقاع يعني اليد الإسرائيلية التي ستنطلق إذا ما فعلا جرى أو هناك نية للتصعيد كي تخفف من وطأة هذه الصفعة التي تلقتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والاستخباراتية؟ يعني إذا سمحتي، السلطة الفلسطينية مثلها مثل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، هي سلطة تحت الاحتلال وأنت تعلمي ذلك جيدا. السلطة الفلسطينية سلطة تحت الاحتلال تقوم بواجباتها صحيح، ولكنها سلطة يحتلها الاحتلال كما يحتلني ويحتل الأراضي الفلسطينية من رفح وحتى جنين. بالتالي كل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتحت السطوة الأمنية الإسرائيلية. الأجهزة الأمنية الفلسطينية الكل يعلم بأنها لم تتطور إلى المستوى التي تكون به في حالة الدفاع، هي تقوم بسلاح خفيف بالحفاظ على الأمن الداخلي، ولكن أنا أقول لك جيوش عربية هزمت أمام الجيش الإسرائيلي. بالتالي لا تطلبي من السلطة الفلسطينية التي جاءت باتفاق كان يجب أن يفضي إلى دولة أن تقوم بتأمين حماية أمام جيش كبير، لأن السلطة الفلسطينية أيضا بحاجة إلى حماية من الاحتلال الإسرائيلي كما أبناء شعبنا. تمام. دكتور مهند مصطفى، يعني ما قاله سيد الجغوب وسيد شريتح بمكان ما هو يعطي صورة بأن التداعيات ستكون تداعيات شعبية. سيد شريتح أشار إلى انتفاضة داخل المعتقلات أو السجون الإسرائيلية، هناك وقفة سواء من حماس من فتح من السلطة كما تحدث سيد الجغوب. هل إسرائيل فعلا مع كل يعني هبات التصعيد السابقة وحرب غزة تريد أن تذهب إلى خيار يعني حكومة بنت الآن إلى خيار تصعيدي كبير أم إلى خيار تصعيدي محدود من دون أن تدرك أن عملية التصفية لو أرادت أن تذهب لهذا الخيار سيكون له أيضا تداعيات جسيمة؟ يعني حكومة بنت الآن في معضلة. أولا يعني في آخر فترة هي تلقت ضربتين قويتين، وضربتين اللي أثارت الشارع الإسرائيلي. الضربة الأولى هو قتل الجندي الإسرائيلي على حدود غزة، والتي ما زالت تداعياتها الداخلية الإسرائيلية حتى الآن. هنالك في نقد شديد على الحكومة الإسرائيلية، على الجيش الإسرائيلي، وهذا كان مكسب رمزي كبير للفلسطينيين ما حدث على حدود قطاع غزة. والآن الضربة الثانية هي هروب الأسرى نحو الحرية. هاتين الضربتين سوف تدخلان الحكومة الإسرائيلية إلى ضغط شعبي كبير جدا للرد ومحاولة كسر هذه الانتصارات الفلسطينية، حتى لو أنها كانت انتصارات عينية ولكنها هامة جدا على المستوى الفلسطيني ولها تداعيات كبيرة جدا على الوعي الإسرائيلي. الآن بنت لا يستطيع في ظل حكومته المتناقضة داخليا أن يقوم بمواجهة شاملة، على الأقل حاليا، على الأقل في هذه المرحلة، من خلال اجتياح الضفة الغربية على سبيل المثال أو شن حرب على قطاع غزة. ولكن هنالك ما بين السكوت والهدوء وبين الاجتياح الشامل، هنالك خيارات كثيرة جدا قد تستعملها الحكومة الإسرائيلية من أجل تخفيف الضغط. وفي اعتقاد أن هذه الحكومة الآن معنية بتخفيف الضغط لأنها تلقت ضربتين في فترة قصيرة جدا من الفلسطينيين، وهذا الأمر سيكون له تداعيات على مكانة هذه الحكومة وعلى جديتها وعلى قوتها. ولذلك فكرة الخيار أنه إسرائيل قد تغتال هؤلاء الأسرى هي فكرة واردة. يعني هنالك كان في تصريح إنه إسرائيل سوف تجلب هؤلاء الأسرى أحياء أم أموات، وباعتقاد إنه إسرائيل تفضل أن تجلبهم أموات، وذلك لكي ترضي مشاعر الغضب والانتقام. يعني المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عنده عقلية انتقامية، عنده عقلية قبلية انتقامية، بالذات فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين وبالذات فيما يتعلق بالفلسطينيين. يعني من الصباح الباكر هنالك في عملية غسيل دماغ في الإعلام الإسرائيلي لتشويه هؤلاء الأسرى وعرضهم أنهم مجرمين وأن يعني بشكل فض، حتى يعني طيب ما في هنالك بين الخيار الانتقامي والخيار البراغماتي، إن كان يعني اعتقالهم مجددا يعتبر خيارا براغماتيا وسياسيا أكثر، هل تعتقد بالفعل أن هذا الخيار العملي يعني مستبعد الآن من وجهة نظر بنت؟ لا، بالنهاية هنالك يعني راح يكون حكومة بنت تتحرك الآن
يعني ضمن تناقضات داخليه، وتحاول ان كل الوقت ان تجد تسويات داخليه من اجل العمل، وكان واضح ان الموضوع الفلسطيني هو الموضوع الاكثر حساس في هذه الحكومه. ولذلك بنت موجود في معضله، بمعنى المعضله هل يتحرك على الجانب الفلسطيني وبذلك هو يهدد حكومته، بالذات اذا كانت التحرك وتحرك راديكالي معنى اجتياحات وشن حرب، هذا الامر لن يؤدي الى تماسك الحكومه او انه يصمت. ولذلك هنالك الان الضغط على هذه الحكومه بما يتعلق في الموضوع الفلسطيني يزداد يوما بعد يوم، لان تظهر ان حكومه ضعيفه، حكومه غير جاده، وهذه العمليه شكلت ضربه بلا شك لبنت الذي قد يعني يكون في حاله ضغط للرد من اجل اعاده الثقه بحكومته وبرئاسته الحكومي. سيد شريطح، في الختام، هل يعني انتفاضه في السجون اشرت اليها، هل تعتقد بصرف النظر عن اي خيار ستتخذه القوات الاسرائيليه بحق الفلسطينيين السته هو يعني اتجاه قائم او خيار قائم؟ نعم، بكل تأكيد. أصلا هذا الخيار قائم قبل عملية الهروب نحو الحرية منذ أكثر من شهرين. الحركة الأسيرة وقادة الحركة الأسيرة داخل السجون يعدون برنامج نضالي متكامل. تم إبلاغ استخبارات السجون الإسرائيلية بأنه كفى لكل هذه الخروقات، كفى لكل هذه الاعتداءات على أسرانا. إسرائيل تخطط كل الخطوط الحمراء في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، تجاوزت كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة تخترق كل يوم داخل السجون، داخل المعتقلات. لذلك الحركة الأسيرة حملت رسالة واضحة قبل شهر تقريبا، سلمتها لإدارة السجون، استخبارات إدارة السجون، إن لم يكن هناك كف عن كل هذه الهجمة على الأسرى، إن لم يتم توفير العلاج للأسرى المرضى الذين أصبحوا يموتون كل يوم جراء السياسة الإسرائيلية، إن لم يتم التعامل بإنسانية وبعدم استهداف للحياة اليومية لأهل الأسرى، سيكون هناك رد فعل حقيقي يتمثل في عصيان شامل على كل القوانين الإسرائيلية، لأنه لا يعقل أن تستباح حرمة أسرانا وأسيراتنا بهذا الشكل وبهذا النهج أمام مرأة ومسمع العالم. لذلك الرسالة واضحة والرسالة جدية، والإجرام فيما يسمى بالاعتقال الإداري واضح وعلني، وكل الإمكانيات اليوم الإسرائيلية السياسية والعسكرية تنصب للانتقام من أسرانا. لذلك لا يوجد لدينا ما نخسره. الحركة الأسيرة تعلم جيدا بأن المرحلة القادمة مرحلة صعبة ومرحلة ستدفع إسرائيل ثمنها. شكرا جزيلا لك سيد سائر شريطح، الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأيضا أشكر سيد منير الجغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، وأيضا أشكر دكتور مهند مصطفى مدير عام مركز مدى الكرمل للأبحاث في حيفا. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.